توفي صباح اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 الفنان القدير قاسم كافي عن سن ناهزت 75 سنة. شبح بالعين دوار بالمزالي يا ليت ننسالهم دي ونطلب له لا 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 من عطاني ونقعد ورا البيت عامين حتى نسيب احلامي يا حلوه يا حسن لي دكتور الله يرحمك أبو عشرة كبيرة بينه عشرة برشا هو وعائلته الكل الله يرحمه حتى ولده أحمد الله يرحمه مش قولك حتى شيء يحبوه الناس كل وين يمشي محبوب قاسم كامل طلب الجمهورية بعد حسن دمانية وجاء وربي يقدر خير وكهو نعمو ناس طيبة قاسم الكافي من أحسن الفنانين والله يا رحمه وكهو ربي يصبر عائلته وكهو فوق 45 سنة عشرة وإنسان فنان كبير وعنا تنجم تقول خلطت على 5 أجيال يخدم معاهم قاسم الله يرحمه ونعمه وعشيرنا معناه وما زال يجينا شكل اخضر يا بابا يا بابا يا الاسمر وما زال وما زال يطل يا احمر وما زال جينا ويطل علينا بس نجاتنا اخضر هاي 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 يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا الله يرحمه وينعمه كان رجل باهي وناس مليح ومطرب كبير وبدا يغني من الاوائل السبعينات فهم كيفاش والوالد كان يخدم معاه انا دريب كي قبل فهم كيفاش ربي يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ديجا هو مات مقهور على ولده احمد الله يرحمه ولده معناه طفل باهي والله يرحمه كذا ومعناه صدمه لكل الفنانين نتاع تونس والفن الشعبي نتاع تونس الكل ومعناه وان شاء الله معناه ما خداش حقه هو حي ان شاء الله ياخذ حقه هو ميت وكاو ان شاء الله ربي يرحمه يرحم الفنانين بتاع تونس الكل جبل العالي يا جبل العالي نطلع على لازم ونهدى وعشيري منبت عنده
نحب نوشم نحب نوشم نوشم نحب نوشم نوشم واسمع الفارة وعجبتني تونس بصرارة خلي يقولوا يا وخلي يقولوا خلي يقولوا يا وخلي يقولوا كلامهم راه ما يمشيش وعشيرتي ما تبدنيش واو كانت بداية مسيرة الفنان بإذاعة صفاقس، ثم التحق بالمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية، حيث تميزت رحلته الفنية بأدائه للأغنية التونسية وحفاظه على الموروث الموسيقي الشعبي التونسي. كما كان للفنان أيضا عديد الألحان لمجموعة من الفنانين التونسيين. الله يرحمه علي رحمة الله ساعة قبل كل شيء، الله يرحمه ينعمه، كان رجل طيب ونسمح برشا، وذيك هي الدنيا. واخر مره شفته وانا جاب حذاء الحانوت، حالته تدهورت شويه وماخذ شوك زاد تبخيم على ولده. من وقتها قاسم كافي ما هوش هو، والله يرحمه وينعمه، وكا هو ذاك النجم نقول لك قول الله يرحمه وبقعد وما يعوضها حتى حد، وبلاصه حد ما يمليها حد، والله يرحمه والله كاش يقولوا فيه يعطيه بالرحمه، ندعيوا له وخلى بقعه كبيره على الساحه الفنيه التونسيه. أشهر الأغاني التي أداها المرحوم يا صالح يا صالح، وهل كمون منين، وراني مضام، يا العالي ربي، ولليري يما، وشهلولة، إلى جانب عديد الأغاني الأخرى. مشاهدينا الكرام وفي قهوة عربي صحة شربتكم، مرحبا بكم في سهرة رمضانية جديدة، في حوار رمضاني جديد، في لقاء مع قمة وهرم وأيقونة من أيقونات الفن التونسي الأصيل، فن الزمن الجميل وازدهار الأغنية التونسية. اليوم نتنقلوا إلى بيت فنان ياما أدخل البهجة والفرحة في قلوبنا الكل، في فروحاتنا الكل، لحقيقة قاسم معنا الكثير من الأوقات الجميلة، يسعدنا وديما يزهينا كل ما يتعدى في تلفزة ولا نسمعه في راديو ولا نحطوه في أي شريط ولا حاجة نستمعه لها. أكيد هو الفنان صح بالبحة الشهيرة، الفنان متاعنا وضيفنا اليوم هو نجم كل الأوقات، هو الفنان قاسم كافي. صح شريبتك ومرحبا بك في قهوة عربي. يعيشك بارك الله فيك، ربي يفضلك. هو أصيل صفاقس، بدايته كانت في إذاعة صفاقس وقت اللي كان عمره 12 سنة، يتيم الأبوين وتربى مع الشيخ بودية عصامي التكوين، ما يغيبش على مناسبة أو عيد أو لمة أو حفل خاص لأنه أغانيه تساهم في رسم البهجة وخلق الجو التونسي الشعبي. البحة في صوته رفع بها تحدي وبدأ يغني من عام 56، وكان يتردد على الإذاعة والتلفزة وسحب أكبر خزينة أغاني توصل لقرابة 600 تسجيل. غنى في عديد البلدان لكن في تونس حس قاسم كافي بتقصير من الدولة التونسية تجاه مسيرته الفنية طويلة، وخاصة حسرة من إبعاده في السنوات الأخيرة من مهرجانات الكبيرة كما قرطاج والحمامات.
لكن رغم الحسرة هذه قاسم كافي ما انقطعش على الإنتاج الغنائي ومازال أيضا يستجيب لطلبات العائلة التونسية للغناء في أفراحهم ومسراتهم. قاسم كافي فرحانة برشا اللي أنت اليوم ضيفي اليوم. شكرا. قاسم كافي نحب نعرف طفل في 8 سنوات. نعم. من ولي صالح الولي صالح مع فرقة الشيخ بودي. إيش كان يعمل وقتها؟ سي محمود بودي يعمل العوامرية. أي. يدخلوا كل يمشيوا كل الأولياء. أي. طرق الصوفية. كيفاش أنت التحقت؟ انت قاسم كافي مع الشيخ ما عنديش ما نعمل. اسمع محمد بودية قال لي هز معايا دربوك كي نقول لك عرب عرب. كيفاش عرفت؟ كيفاش اول لقاء كان ليك مع الشيخ بودية؟ سي محمد بودية اي سي محمد بودية مبيت في داره هنا قدر السنيه تبدا بعيده. اي فين تسكن بالضبط؟ انا في مركز قدور وفي مركز شاكر. اي ما نجمش نطلع على كريته ما ثماش كرار تطلعوا للدار. اي نمشي بيت حدا سي محمد بودية نرقد حذية بجنبه. كيفاش كان الرجل خاطر نسمعوا بيه ديما ابو حمد بودية الشيخ بودية؟ حمد بودية عميد. أي. عميد الفن كيما نقولوا احنا خميس ترنان. رجل كان متشبع بالطرق الصوفية بال ام الزين الجمالية وام الزين البولية بالاغاني. اي وعمل لي شو اسمه على ولد الخالة وعشيري الاول. يا قاسم يجي غنيهم يجي غنيهم يا قاسم. تراث هذا هو تراث 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 مش متاعه هو. متاعه هو هو الزكاة هو اللي يلحنهم هو اللي كتب كلماتهم هو يلحنهم هو 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 الله يرحم عظامه الله يرحم عظيمته. به 8 سنين تهز دربوكا ويقول لك عرب تعرب. نعرب كيفاش؟ على الأقل يعطيني فلوس يعطيني زوز دورو ثلاثة دورو مصروف مصروف الغدو حين نلقى باش ناكل كسكروت و... وفطيره و... مع سي محمد بودية خاطر سنيه بعيد عليا دار امي. أيه. بعيد عليا 7 كيلومتر باش تطلع لسقية. أيه. وامك كانت فرحانه ولدها معناها مات الله يرحم مات والله يرحم عظيمات. قد تلقى نفسك يتيم في اي سن؟ يتيم تبناني سي محمد بودية عندي خالاتي غادي حتى الديار نتاع امي ما حبيتش نفك من خالاتي بكل جبت انا حاجه اخرى كبرت جبت حاجه اخرى. الحاجة الأخرى هي من 8 سنين قعدت كيكة حتى لعمرك 12 سنة تولي تدخل للإذاعة إذاعة صفاقس. إذاعة صفاقس شكون المدير متاعنا سي عبد العزيز عشيش الله يرحمه. الله يرحمه. وحتى قاسم المسدي كان مذيع معانا في إذاعة صفاقس. إي محمد قاسم المسدي. إيه؟ ويجي ساعة ساعة واخذين الأخوة أحمد العموري. إيه؟ مازال حي. إي بالفعل. أحمد العموري زاد عظيم. إيه؟ عظيم. وينو قاسم؟ ديما وينو قاسم؟ تعرفت على برشا وما نتكيف سيجار وقدم يستحيل مقام الوالد. أي أكثر هما الوالدين متاعينا وبالوالدين أحسن. شو أهم حاجة تعلمتها في حياتك من سي محمد بودية الله يرحمه؟ تعلمت الفن يعني مثل لك مع سي محمد بودية قبل ما يبدا الذكرى وكذا مثال كيما ام الزين الجماليه وام الزين البوليه يا لله شايلك الليل لكن يلزمني نعمل العروبي انا مسجله حتى يا سيده حرمك منور بالذكر وحسن المعاني يا لله مرايا عليك مبين. وبعد غنينا سيدي براوي شيخي ما نساني وعطاني الجاوي من خمر وسقاني مغنيو في الأولية الأولية صالح في المقامات وفي وسيدي منصور نفس العملية زاد كيف كيف. أيه. سيدي منصور في صفاقس 15 كيلومتر. أكيد هو توفيق من عند ربي سبحانه وتعالى الله كريم. أيه. وبركة برشا الأولياء هذوما اللي زرتهم برشا برشا سيدي علي كراي نمشيو زاد سيدي بولبابة في جابس. أيه. نمشيو برشا اولياء في البلاد شو اسمها شبعت يعني بهالاجواء نتاع الطرق الصوفيه والاجواء الروحانيه. اي نعم. هذه وفي المقابل زاد كيف كيف كنت ما تحفظ كنت كل سفنجه كل ليبونج اللي ترقاه تشربوا تحفظوا كيف كيف تغرمت برشا فنانين اخرين وحرفوا الناس ثم زوز من الناس يغنيوا كيف كيف حافظوا على الدنيا ثم أيه. عند قاسم الكافي أيه. وسمعين الحطاب الله يرحم عظيمته. اي وبرقيبه كان يقول لهم ما تنسوليش اسماعيل الحطاب وقاسم كافي بالضبط
بالضبط وراس كنت كيما نحكي لك صحيح نعرف هذا. اعطاني دار انا في صفاقس وعطاه الدار لاسماعيل الحطاب في بير علي بن خليفه وجبلينا. ما هو مغادي من حدانا اسماعيل الحطاب. اسماعيل الحطاب شو كانت علاقتك به؟ رجل يعني هرم في فنه. فنان فنان وقت اللي تسمع خمسة الليلة حقوب الجر شو رصيد رصيد قوي كأنك رأي الحبيب ولا الأخرى خمسة الليلة حقوب الجر والأخرى بين الوديان يا دم قطر بين الوديان ما يجموش نطقوها النطقة ذي ما يجموش يا صمري لله إذا تصفيقس كي دخلت لها شنو اللي أضافت لك؟ لأنه الانطلاقة الرسمية بدأت مع إذا تصفيقس أضافت لي الشهرية عمرك 12 سنة 12 سنة عملوا لي 12 ألف في الشهر بكل عام عملوا لك دينار سي عبد العزيز هو اللي كون إذا تصفيقس سي عبد العزيز محمد المزغني والهادي المزغني اللي كان معانا في جاي حتى التلفزة لهنا التونسي الهادي المزغني ويا ربي وسي مختار حشيشة وسي عبد السلام البش كلهم شخصية هذوما كلهم ذات فيقس أول أغاني حفظتهم في ذات فيقس وسجلتهم شو اسمه شانولة لكن قتالة وش اسمه خلهم فازة خلهم فازة الوجه القمرة وعجبين أعصابة واللي بعدها عجبين أعصابة غنيت أنت بتلحين آخر غير الأداء اللي غناها قبل هذه الدنيا انا هذه الدنيا يا ولدي قتيل هذه الدنيا عمره ما كان فنان لهذه الدنيا هذه داني نقول لك صحيح الحبيب الشنكاوي طلع واحد يغني على المزود قال لي يرحم اميمتك يا عم قاسم كان سامحني نغني عاجبين عصابه مشيت معاه الاستديو هاي قلت ترى سمعني عملها باللغه نتاع المزود جيبينا عصانا هنا با فدني الاخرى لا عجبين عصابة أنا للتسجيل عجبين عصابة يا دايرة عجبين عصابة الفم يا أبحر والعيون الغامة نزرع اكتفاء ما عملنا غنى البيت الاولى والثانيه ما شدتش دقيقه ونص قال لي يرحم بيك شوف كيش تعمل لها يا عم قاسم اللي لازمك الله يبارك وشني قال لي عمل لي تشخليع كيفاش شخلعته عملته لا 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 بالوقت شخلعته لا ما تجيبش تعرف هذه ما يعرفهاش كل نعرف انا نسل لا 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 يا اللي مليت في الحب حي
تو فهمتني انا الافاتي ليش عملت اصوله شغلي على اصوله تاع ام كلثوم من عجبي العصابة اللي مليت بالحب حياتي ومن غنيو في عجبين عصابة على خاطر امان 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 تفهمني اي هذا هي معناها بالطريقة ذيك بالأداء ذيك هي متاع الشنكاوي جيبينا لا لكن السولو اللي عملته تشخليه اغنية كلثوم انت الحين لكن مشيت مشيت والهدي دنيا بعد اخذها من عندك لا يا ولدي لا ولا أد... القاها غنيها ما في بعض ما عديو عديو في الراديو الناس كل نشحت كل حد يفك غنية لا خرج يغني وانت فكيت برشا غاني يقولوا عندي برشا انت لحنت للناس الكل للناس الكل اسمع اقرا لي شكون اللي لحنت محضر الليست اللي لحنت نبداو من عليا السيدة عليا الله يرحمها عليا سلاف زهيرة سالم سبيلة راشد صفوة نجاة عطية نوال غشام عليا بالعيد نور امين امنه فخر ليلى الدهماني نور الدين الباجي شادي الحاجي مصطفى الشرفي محمد العش الحاج الفرشيشي شكون زيد باش باش ملك برك الله معناها اذا كان كل لحن مليون شو قد برك الله انت يا انا مليون اذا يعني 30000 ربحت سلكت 30000 جد باش 30000 تلحن العليا ب 30000 تلحن سلاف بلاش فلوس عليا لا ما نجمش ناخذ فلوس من عند سلاف وعليا هذوكم شرف انك يغنيوا لك يا عين عليك يا عين عليك وتسمع حليلي وي يا حليلي وي حليلي من سالم وخي من اجمل ما غنيت سلاف بالضبط انت كفك معناها فخر انه اهم الاغاني سلاف سلاف بامضاء قاسم كيف نورت عيني يا سلاف سلاف نورت عيني عنده زاد البحة كي قاسم كيف مش هي من الكبار هالبحة انت قارنوك بجورج وصوف قالوا فرد بحة لا جورج وصوف كان صوته صوت انثى كي جينا لو مع نجيب الخطاب كان يغني بصوت طفلة بعد فجعة ولت عنده بحة مش فجعة 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 انت قلت اخذهم لي برشا اغاني وكان كل واحد يهز اغاني وكل شيء لكن انت بيدك صالح يا صالح يعتبروها مش مداحك زين انا جايك عادل اي هل كمون منين يا نانا متاع شافية رشدي وهي على اسم نانا شافية رشدي ونسيت اللي ريما ومايكل جاكسون اللي عملها نجيب الخطاب نجيب رائع الحقيقة فك المونتاج هذاك قالت الحب بعشير هاو قلت لها بالك تنين وعشرت ما تبدل دير يا هالليل يا مليل يغنيوا في غنية يا والله العظيم انت هاك انت قلت لك زاد هاك خذيت اغاني غيرك وغنيتهم انا هما هل كمون منين يا نانا قال لكم نتاع شافية رشدي نانا شافية رشدي شافية رشدي لا 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 هاك هل كمون منين ويتبقى الورد انا جاتني فرصه حكايه في هل كمون منين نقصد في نانا اللي تهز وليدات المكتب ايه هل كمون منين يا نانا وشافية رشدي شافية رشدي هل كمون مني عرفتك ان الغناء بتاع ياك حليتي العين معناها الغنيه موجوده انت انت حكيتها شخليعه جديده شخلعتها عطيتها قيمتها نحكي على المراه اللي تنزل وليدات المكتب ما يمشوا المكتب الا هل كمون مني يا نانا اجا انت رديتها رساله تربويه معناها اجا وعمل طلع على باب الفله هنا في تونس وهي تهز في الاولاد المكتب باب الفله اي لا لا راك عظيمه راك لا العظمه لله العظمه لله والله بجد والله حاولوا تركزوا معايا خضرينا قاعده محاوله نركز مع الرجل خطير جدا يدخلك من الباب يخرجك من الخوخه قسم كيفي باهي قد انا الغنية قداش من غنية عندك صحيحه نتاعك انت باسمك الكلمات كتبتك لك انت والتلحين يا لحنت وانت روحك يا تلحنت لك انت بصراحه ملي نجحوا غير هذوما نتاع التراث ونتاع غيرك الكل واللي انت بدلت وعملت شخليعه وكل اما هذوما اللي انت نجحت بهم الحكايه انت تحب تسمع قاسم الكافي ايه اسمعوا فيه على الرصيف كان تعرف ايش
نعرف على الرصيف. على الرصيف هذا ياخذ جايزه به. لاقوا في ساعه ود على الرصيف في مره. ضايع في الطريق. ما عندي رفيق. غير الله رفيق يا عيني، غير الله رفيق. ضايع في الطريق يا قلبي. طيرك العصفور يا قلبي، ما تحملش ديك، ما عندك صديق يا عيني غير الله رفيق، غير الله رفيق يا قلبي، غير الله رفيق. اللعبة وليت حلوة، سهلة. أنا نحب اليوم نسمع. تعرف ليه أنا ما قريتش في المكتب؟ بالكل. أنا النص نكتب فيه وحدي. كيفاش تعلمت القراءة؟ من عند الله. وراسك انت العزيزه من عند الله. كي نلقى النص حلو نزيد نزينه ونكتبه بكتيبتي. كي نجي نسجل قدام الميكرو نسجل بالورقه. الفن معناها وفر لك ثقافه وخليك تكون انسان. حتى كي نحكي معاك ما نحسك انسان مطلع. بالضبط بالضبط. من عند ربي والله، لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ما شاء الله ذكي برشا. اللي خلوني ذكي تعرف اللي خلاني ذكي الاصليني سي شادي القليبي. قلت لي سي شادي القليبي عنده فضل كبير عليا واثر لي حتى على كلامي على لبسي على هندامي. سي شادي القليبي معناها كان وزير للثقافه. صح. هل كان عنده علاقه قريبه مع سعدي زاده مع زوز ما يحبوني زوز مؤسس المنهج الثقافي الحقيقه زاده كيف لكن بالنسبه هل كان عنده وقت باش يقابلوا فنانين صغار ويقعدوا يحكيوا معاهم؟ سي القليبي دورني في العالم كامل، العالم ريت العالم كله كله دورني لي الشادي الخليبي. يبعثوا معايا لهذه الجويني يهزوا قسم كافي لالمانيا. المانيا كنا نعرفها كل غنيت فيها. باريس كنا نعرفها. وبجبتك وبشاشيتك تمشي لالمانيا. جبت وشاشيتي باش نعمل. الشادي الخليبي بعثني. ثم حفله ما مسجلتها التلفزه اللي هي انت وسي تميمي. ونادي الجويني ويوسف التميمي ومصطفى الشرفي وهزوا معنا زادة مرة طار غرسة وبعد بدلوا الفرقة الأخرى أحمد حمزة وصفوة ومحمد العش. لكن أنا ديما موجود في اللعبة. اللي مش يمشي يبدلوا. أنت كان الزعيم بوركيبة، كان رئيس بوركيبة يحبك برشا، شو هو الحكاية؟ لا ما ثماش حكاية، ثماش حكاية. ثم كان يحبني أنا في الفن ويحبك الشعراء. الشعراء الكبار الشاهد الأبيض. عطا دار سي الحبيب في ايه ما هذوك بقولوا مش كانوا يقولوا انهم شعراء لي شعراء بلاط، يعني شعراء كانوا يعملوا شعر ينظموا الشعر في بورقيبه، يعني في شخص بورقيبه القائد والمحرر البلاد. لما يقراوا النص لما يقرا صلاح المهدي مش يقول زريب واش مش يغني. اي اسمع فيها هذا الشاهد الابيض وقاسم الكافي يغنيوا من غير ما يمدوا له ورقه. هو يحب الكارت بلانش، يحب الغناء الفلانيه. شنو الغنية اللي كان يحبها رئيس بوركيبة؟ الغنية الفنية تاع قاسم الكافي. شنو مثلا اللي كان يطلبها منك رئيس بوركيبة؟ حرام حرير وفوطة سوري وحزام بالالوان قدوا مع عصامي تبروري زادوني لمحان وحنا سالوا الجوار حنا سالوا سالي الغمراني حلاده سالي الغمراني حلاده وشعرها لك حل غمراني.
موجة شعرك يتمايل كل موجة شعرك يتمايل كل موجة ايش بين القمر ضويتك خلي المراد عطيني شربة لله عطشان ربي نار المحبة يا ناس شعلت في قلبي عطيني شربة لله عطشان ربي حسينو عطيني شربة واحكيلي واحكيلي وقولي وكلمة منك ترويني تشفيلي قولي ترى برشا برشا كلمات حلوين برشا برشا كلمات حلوين شو ويما اهلي الدار لاحكي لكم يما اهلي الدار يما اهلي الدار على المجرالي في الدوار لاحكي لكم والاخرى شو اسمها جميلا واثق وصيا جميلا واثق وصيا جميلا واثق وصيا شكون جميلا واثق وصيا؟ اي انا اللي هذيك توكيت اللي ذاعها اه نعرف في الاصل تلحين عبد الحميد ساسي مش تلحيني انا اي والكلمات كلمات ولا تراث اذا الاغنيه ليك انت لا خاطر فما لبس كبير وانه ناس يقولوا اغاني قسم كيف كل ماخذها تراث وعلى ذاك كنت نجح بها نجح خاطر انت عندك تقريبا عندك 600 اغنيه توا في اكثر 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 ورسك انت اكثر ورسك انت اكثر تقضي وقت انت تغني في العروسات والحفلات ديسكوات والتلحين وكل يعني حياتك كلها فن توا يعملوا في العام غنية ولا في الخمس سنين يعملوا ألبوم في ينجح عويمين وقصد ربي وفما اللي ما ينجحش بكل معنى بالضبط فما تلقى ينفخوا في صورة وينفخوا صورة شخص قولك توا في الساحة الفنية توا ما سميهش فن عليه ما سميهش فن ايش أقول لك عليش هاك انتي توا مثلا عندك فما برشا أسماء انتي ملحن لهم لا أنا بالنسبة للخدمة متاعي انا توقع نخدم في عروسات ما حشيش لا فيستيفال لا شيء ما حكيت شيء كلنا نعمل 3-4 عروسات وانا مرتاح اللي حشت بيه نضمن عليه نضمن عليه يا ودي مشيش الفيسك لا فيسك لا شيء لا خرجت رتريت على روحي مشيت نغني انا اخويا انا بلاش فلوس انت تسالي جواب حاضر جبت الرقابه الماليه نتاع بوش رواح فما قسم كيف بالضبط توا في الصيف كي نخدم 3 شهور تاخذ 500 في الليله بالحسابة مدك الزمان ما يقيد تمشيش أربع عروسات بخمسة 500 أكثر كاني ساكتة أنا نعرفوش تعريف تقسم كيف أيوة. أما ياخذ بالخاطر قسم كبيرة بالضبط نمشي لسوسة ولا لسفاقس ولا البنزرد ناخذ مليون يا ربي ورضاك يا ربي ورضاك ألف حمد يا ربي ورضاك لا بيرو ولا صناع لا فرقة لا أمبريزاريو لا أمبريزاريو الويه تغني مع اي فرقه تلقاها تلقاش انا نعطيهم الطبقه مش يعطيني دو ولا ري ولا بلاكس انا نعطيهم شنو هي الطبقه اللي قاعد نغني عليها ولا هو عطيه برك الدربك تعزق وانت تغني يا ولدي كي ندخل انا بالرصد عدو خاطر ما يسخنوش باش نغني انا نقول ناري يا ناري يا ناري ناري على عياري ناري على عياري نخاف الموت وما يخليش بثري هالكم ونملي قاسم كيفاش ياخد طبقة وحده مش وحدي الوذينات هذو ما يسمعوا ليه ما شاء الله اللي ربوني على قاعدة صحة انت توا فنان وفنان معروف لكن كنت باش تكون كوارجي زاد شو كنت باش تكون كوارجي كنت اما ما فيهاش وقتها ما فيهاش فلوس الكورة ما فيهاش فلوس طيشت الساك الستاتسيكال دي في سفاقس وقلت لهم باي باي انت قلت لي على الرصيف قبليك تو جبت على الرصيف خديت شنو الجائزه اللي خديتها جائزه ماليه اي مو فما جائزه في اطار مسابقه معينه مشاهدينا الفنان قاسم كيفي نحكيوا على الرصيف قال يا هذيك خديت فيها جائزه هذيك نتاع 12 مليون انت الجوائز نتاعك واغانيك واحده نتاع 12 مليون واحده نتاع 8 ملايين ماكش مسمين لهم مثلا مهرجان الاغنيه ولا مهرجان كذا لا حضر اغنيه تي بابا الجوائز ماكش حافظهم كل واحده مقمرها بفلوسها بالمونطون نتاعها معناها بالعكس وقت تسمع الرصيف تي نعرف اي شو اللي خلى هالاجواء الفنيه هي خلاتك انك تكون مادي لا والله ماني مادي والله وكان جيت مادي راني اشتريت تونس خذيتها بالحق مانيش مادي نلقى واحد زوالي مش نغني له بلاش اذا عليك دعوه خير يبدا يبكي ويدعي عليك دعوه خير
ربي يفضلك يا عم قاسم يا سي قاسم. شو تحب ولا مرض العرض؟ الحمد لله ونعم بالله. الفن شو اللي قدم لك وشو الحاجات اللي حرمك منها؟ قدم لي الشهرة، قدم لي الفرحة اللي أنا قاعد موجود فيها. أيه. قاعد موجود فيها، مانيش مقلق، أنا مش مقلق بكل، وحتى المرض لا. ألف حمد وألف شكر، ربي بقي ستر علينا يا رب. وأما بنعمة ربك. كنت بسيط في بداية طفولتك، كنت صغير بالقدام، بسيط جدا، تعبت وصلت حتى خدمت أشياء بسيطة جدا. توقعت أنك نهار ممكن وانت كطفل صغير متاع 6 سنين متاع 7 سنين أنك تكون النجم قاسم كافي؟ لا، أنا على بالي بها النجم، على بالي بها، غنوا معي المطربين الكل. لا لا، وانت صغير، وانت صغير صغير وانت هز الدربوكة محمد بوداية. أي بطبيعة تحس في روحك باش تكبر وتولي نجم نهار آخر؟ الرجل هذا كيسيبوه أنا نقود به نوصله حتى الفرشو. يا قاسم يجعلك وين تقبل تربح يا قاسم وليدي، الناس كل ما يحبونيش. اسمع فيا، قعدت ماشي بك الطريقة هذيك، قعدت ماشي بك الطريقة. معناها دعوة الخير متاع سي بوداية، متاع سي محمد بوداية، متاع سي محمد بوداية. لكن أكيد تعبت في حياتك قاسم كيف؟ تعبت باللي أمي وبابا ماتوا، قعدت عند خالتي. أما دي مشيت الفن، الفن دي مشيت كيما ما غنيش غنية باهية نمرض. فرحة تمنيتها في حياتك؟ فرحة تمنيتها، تمنيتها عيشة تمنيتها في حياتك؟ تمنيتها كل شيء ربي يعطاني بالخير، أما تغششت مرة بركة كي مات لي الوليد ولدي أحمد الله يرحمه، 6 سنين أو عنده 6 سنين اللي مات نهار عيد، يعني معمل عليه مات، عملت عليه غناء. ايه، واول مرة تعمل شعر، انت تكتب شعر؟ انا كتبت الشعر زادة. يا وليدي يا وليدي خليتني في يوم عيدي، مومت نار العيد والله لا محتار، لا نرقد ليل نهار. أيه. عليك يا وليدي، شفت التلحين والكلام. أيه. ماني شاعر راني، اما نكتب مخي خارجه من الاحساس من القلب. على خاطر الله يرحمه ان شاء الله ديما تفكروا في الخير. كيف ما فما تنافسيه ما بين الفنانات النساء، وانت اكيد قبل ما بين صفوه ونعمه وسلاف وعليا، نحترمها ميسر. اي احترمها ميسر. الفنانين الرجال اذا كان فما تنافسيه كبيره بيناتهم قبل؟ اي تو ما يلعب حد، لا اكيب اخر، اكيب اخرى طبعا. ما تبدلت الدنيا، تبدلت الدنيا، تبدلت. قبل مع شكون كنت تنافس انت؟ انا ما كنتش تنافس، انا نذكر 67 68 سيدي علي الريحي مات عام 69 67، نقعد في التليستار باش نبلي ذاعة. ايه، نبلي ذاعة تاعنا قبل المونوبري. اعطيني ذكرياتك مع ذكريات مع علي الريحي. علي الريحي ما يحبوش عليه بجد، احكي لنا بصراحة. احسن ما ثم سيرتو البلدي، بلدي يقول لك البلدي بلدي. وقت اللي يدخل احتارت شنهديلك يا حلو يوم العيد القرب، أجمل ما في الدنيا عندي، أجمل ما في الدنيا عندي، أجمل ما في الدنيا عندي، واش ما زلت تحب. شوف الرجل العظيم، شوف الرجل. والحقيقة نحييه كده بالكلمات سي قاسم موجود. كنت نذكر سيدي علي على كل كيفاش كان يحكي معاه، كان انيق جدا. سيدي علي يتكلم نسواني. اه، حسليمه شنو حويلك لاباس، يقول لي يا قاسم جعلك وين تقبل تربح يا قاسم وليدي. ما يحبوش الفنانين عليه، ما يحبوش، وخاصة يغني على يا ابو سعيد العالي شرفتنا بالنور، شرفتنا بالنور، مقامك عزيز وغالي مشهور بالنظور، مشهور بالنظور، مشهور بالنظور، مشهور بالنظور، سيدي بوسعيد يا عالي.
نجيب واحد يغني هكاك انا نعطي اللي عنده. وشنو معناها؟ معناها البابور اللي يدخل لسيدي بوسيد سماك الوحده المناره يدخل عليها البابور على كالضوء. شو سيدي عليه ايش يعمل؟ ولا يا شيخ كان فنان يشغل بالي بس هي فهم عندي اله في يديا لا هاي الاله وهذه الحمد لله اي نعم. بالنسبه للفنانين الاخرين فنان عز الدين يدير ربي يفضله فنان يوسف التميمي شكون اللي كان ينافس فيك شكون اللي كان احنا كنا ثلاثه فرد مستوى احمد حمزه الله يرحمه احمد حمزه ويوسف التميمي وقاسم الكافي اي شهلوله نتاع احمد حمزه ولا نتاعك لا نتاعي انا تلحين احمد حمزه اما غنيها هو الناس كي نقل تونس كيفاش غنيت ما هو بالضبط شهلوله لكن قتاله وحنينتك والرجاله كان يحكم فينا سي احمد حمزه وانا مبروك التريكي نمشيو نقضيو له مجد مبروك التريكي اللي غني لعب الكوره ما يفسر لنا تو ما يحكي لكمش على الضحك اللي موجود في الفريق التقني الله يرحمه كيفاش كان يتعامل معكم سيد احمد حمزه معناه يعتبركم كاولاد ولا لا احمد حمزه شوف هما كانوا قبل للتاريخ معناها للتاريخ كانوا قبل احمد حمزه كان الهادي الجويني الهادي الجويني باي صدق ثريا الهادي القلال برشا مغنين كيذيق بك الدهر يا مزيانه كيذيق بك الدهر يا مزيانه يا مزيانه كيذيق بك الدهر يا مزيانه الدنيا مزيانة والدور ما تلقاش غيري أنا ما أحلى يا سيدي سيدي علي ولموني اللي غاروا مني واي سيدي الهادي فن غنيت له الهادي الجويني يا محبوبة يا محبوبة قول لي علاش موجودة في الفونوتيك راهو يا أختي موجودين الكل في الفونوتيك بتاعنا كل شكون اللي حسيتو حبك حسيتو اللي كان مجد للتعاون فيهم وبدلت لي الحديث نرجع بيه لأحمد حمزة كيفاش كان يتعامل معاكم أحمد حمزة أنا ما عنديش قد يكون نهزوا القفة نقضيه له كل شيء كان يتعامل معاكم أنا نقضي له أي معناه أنت عليه تحسوا صاحب بالضبط سيدي أحمد هذاك يا ولدي تحسوا صاحب فضل عليك أنا فضل علي في صفاقس هنا ولينا اليد في اليد أما في صفاقس ما نتكيفش قدام السيجار ونمشي نقضي له كنت تقدر الكبير معناه ياسر نقدر الكبير اللي أكبر مني نقدره برشا حتى اللي يصغر مني نقدره ده محترم طوى كيف الوقت الفنانين طوى تحسهم يقدروا الكبير مش كل ثم مش كل الفنانين تعتبرهم فنانين كنا لو كنا نعطيك لقب فنان على شكون توا تطلقوا من الموجودين على الساحه اللي موجودين اللي نحبهم انا هما ثم زوز ثم زوز اللي نحبهم وخوفوني في وقت من الاوقات خوفوني طلعوا بقدام اللي هما نور الدين الباجي نور الدين الباجي وعدنان الشواشي هذوما عيني الاثنين هذوما لا فنانين كبار ليه نحكي لك عجيل من بعد هذوما ناس كونفيرمي معناها وهبطوا تعليم جماعه اخرين بوشناق وفندي باهي مسيش اثبت نفسه بوشناق برشا اثبت نفسه صح عليه صح عليه اما ثم الناس معاه كلموك قالوا لك ايجا راك ماشي معانا لتزاير انا هي وزاره مع شكون مش نتفاهم والله ما ماكش فاهم انت بكل مع شكون مش نتفاهم انت تو فما واحد وزاره الثقافه نتاعو تدي له تقول له راك تشارك معانا في تسليم المشعل من قسنطينة الصفاقس تقول لهم قداش عطيوني فلوس بالضبط بليدك هذه درابوك شنو بلادي نمشي للجزائر وبعد نهبط لصفاقس باش تفلت قداش من عرس هكاك باش تفلت قداش من عرس اربع خمس عروسات حاشا عينيك ولا الحسبه واضحه من جد لا بالضبط عليه نكذب عليك هو ساعه ما ثماش واحد يخدم كيفينا في عروسات الناس يا صحيح ثماش عرس ما فيش قاسم الكافي ماهوش عرس باش يغنيو الاخرين عبد الحليم حافظ و باش يغنيو اغنيات قاسم الكافي بالضبط هاي المشكله وين نعرفك تغني بالكدا ام كلثوم وام حرم فؤاد سمعنا وصلت احنا سهره رمضانيه سمعنا حاجاتك عملنا كوكتيل
حوس بينا مع أقطاب الفن والله العربي. أنا نحب ياسر عنده أم كلثوم برشا غاني عنده مثلا رأي الحبيب يلي ظالمني يا ظالمني وحسيله أنا نحب هو صحي 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 الهوى غلا ما عرفش أنا والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم في السنة جاني الهوى من غير مواعيد وقول لي ياما حلاوته تزيد ما حسيبش يوم هياخدني بعيد ويمني قلبي بالأفراح وارجع وقلبي كله جراح 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 ازاي يا ترى اهدى اللي جرى ازاي يا ترى اهدى اللي جرى وانا 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 معرفش معرفش انا. عظم على عظم يا قاسم. صايب ياسر الفن عبد الحليم برشا. عبد الحليم موجود انت كي جاء عبد الحليم وتم دعوتكم جانا لتبرقة. انا نحب محرم فؤاد خير من عبد الحليم بالحق والله. محرم فؤاد شنو تغني؟ او كانت عجبين عصابة اللي لابسها هو كان يغني مع سعاد حسني. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه ليلة من ذات الليالي رمش عينه كنت خالي وقلبي غالي رمش عينه فات علي الحلو الأسمر رمش عينه رمشه قال لي حبه يسهر بين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عين اللي جرحني رمش عينه. الجيل نتاع الفنانين توا توقفت لي بالحديث عند نور الدين الباجي وعند عدنان الشواش. والله ثم واحد نسيته سامحني باش ما نديش غلط. عز منهم كل كريم شعيب. كريم ما شاء الله مساحات صوتيه عريضه. كلاس كلاس كلاس. اما يخسر يغني غنيه وبعد يدور يغور الاغاني نتاع فولكلور واحد. انت شبيك ما انت بيتك درت للفولكلور عندك مساحات صوتيه عريضه كنت تنجم بتغني الفن الطربي يعني نجم اي شبيك ما غنيتش الطربي وجات في فتره كيف كيف معناها طلع المزود وانت ما غنيتش المزود. لا ما غنيش مزود. علاش ما لا لا, لا 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 مش بتاعي عليه نكذب مش بتاعي. وش بيك ما عملتش هكا ديويت مع جماعه الراب زاد لا لا راب لا احباب لا لا هذه ما تظهر كان وحدها هذه اللي اعطاها لي ربي ما تظهر القرجومه. ها أه؟ القرجومه بالضبط بالضبط. وثم واحده خير من صليحه سميش الله يرحمها الله يرحمها. علاش حبوها باب زيد عند البحه صليحه فرانكو غزالي وعليه شو بس تحب مش غني وش اسمه عشي بني وسع مشيش حرام حرام. في فترة معينة فما فنان خفت منه لا يسحب البساط من تحت رجليك؟ نور الدين الباجي يخوفني. شادي الحاجي شادي الحاجي عملت له 4 أغاني. غدار حاجة بعينك. أيوة كيفاش تغني غدار؟ غدار دار ما نجمش نقول ما شادي حلو شادي حلو ياسر حلو عنده لون جيبسي عنده لون جيبسي الفن حي والفن شادي بالضبط. هذو ما خفت منهم في فترة معينة؟ اي اي مش خفت منهم يعني ما حسيتهم نفسوك بالحق فنانين بالضبط. اي نفسوني نفسوني فنانين نفسوني. اي توا كي تسمع الموجة الجديدة نتاع الفن هذايا نتاع اللي طالع ربي يزيد
ربي زيد ان شاء الله كل حبايب خير. تحكي على قرطاج، قرطاج معناها في السبعينات وفي الثمانينات وحد التسعينات، وتوا تقول لي انت نهار 20 عندك معناها مشاركه في عرض، مشاركه مع فرقه فرنسويه في قرطاج مع شادي القرفي تاع ولادتي محمد القرفي. اي شادي القرفي واحد في فرنسا يعزف الجرانة، باش يغني اغنيه تونسيه مع الفرقه الفرنسويه اللي هي الغنية. والله نسيت انا التو مازلت ما عملتوش مبرمج، عملنا كونترات وعملنا كل شيء. خلصت معناها بالطبيعه، ما تنساش اللي مرته صفاقسيه راهي بنت ولادي. مالي شو مجد مجد خديت لها بخاطرها هي راه مالها طيحت في السوم شوي. لا مش طيحت في السوم، انا ما نحبش نخدم معاهم وكل علاه ما نحبش، نحب اغاني متعصر بيهم وحدي، ما نعطيهمش للناس بالحق، ما نعطيهمش للناس إلا بوجرته، لا نعرف وزير ثقافة ولا وزير المشتقة. أنا هاو مقداد السيري أعطاه كارتاج السنة مدير نقابة الفنانين، كارتاج أعطاه مقداد وقسم كافي وينه. أنت تحس مقداد معناها أقل من كارتاج؟ يغني في كارتاج عيب كبير. علاش أنت مدير نقابة الفنانين تقدم الناس ما هو فنان ما عندوش الحق يخلص، ما عندوش الحق يخدم الناس. توا مرات سقلي لوسن مبارك تاخذ وزير الثقافه تمشي تغني في كارتاج، ما يجيش مدير نقابه الفنانين راك. معناتها من منظورك، من منظورك مدير نقابه الفنانين يلزمو مادام هو مطلع بالدوره ذاك ما يلزموش ياخذ مصلحه على حسابه هو، يلزمو يخدم الفنانين الاخرين. في نفس العمليه سناد ثم لطيف العرفاوي ومقدس السيلي لطيف شناك. ما احنا لسامي هي بنفس هالدور حسب رايك انت، لسامي هي بيدها الدور هي الدور، ما شنو الحكايه انت ما هو عدي اعطيني ونعطيك. انت ترى انك ما تملاش كارتاج على ذاك ما يحبوش يجيبوك؟ شكون يجيبوني في كارتاج؟ شو معناها يجيبوني؟ معناها انت ما قدمش انت عرض، مقترح عرض. مش انا قدم لك عرض، انت تقدمني، انت لازمك تقدمني. يا لله يا لله، انت اسمك تقدمني كرتاج في الصيف ثم ناس حبوا قسم الكافي، اي عامل كرتاج قسم الكافي كما جاوش الناس. اللهم تنجم تقول هذا يا معتش. شو رسالتك اللي تقولها لسي مختار رصاع مدير مهرجان قرطاج؟ اكيد تعاملت معاه وتعرف سي مختار رصاع. رصاع كان معنا في الاذاعه. اي سي مختار بايش اي هو مدير المهرجان تو، هما يحبوا بعضهم النظاف هذوما الله يعين. شو معناها نظافة؟ نظافة مش نظافة من لغة، لغة أخرى يعني حباب مع بعضهم. أعطيني ونعطيك كلام اختير هذا قسم كيف؟ جدا نتكلم فيك في الصحيح، أنا نتكلم فيك في الصحيح، المشكلة مش في شيء صعيب، لا بالعكس. مش ناك عملوا تعرف شخدامه هو بعد الحفلة متاعه، هو عمل الحفلة هو نور مهنة كارتاج هو مطلوب. انت هما انت مطلوب في العروسات ومطلوب في المهرجانات. وانا اش كلمت، انا طالب الحق نتاع الدرو دوتور نتاعي. يا لله طالب الدرو دوتور نتاعي، اش لحنت للناس واش غنيت للناس. اداره الملكيه الفكريه ما عيطتلكش ما عطاوني حتى شيء، لا فرانك لا خروبه، لا فرانك لا خروبه. اتصلت شي بيهم حكيتش معاهم؟ اش بشكون باش تصل السيد القائم على سونيا مبارك؟ ما قبلتكش، ما قبلتكش مرسق لي ما قبلكش، وانا نعرفهم من صغيرات. احكي لي عليها يا بابا تتذكرها ما هو مال، احكي لي عليها يا بابا. وهالدنيا الكل مرسق لها في في كرتاج يا عزب العود. اه ومحمزين العابدين قلت نفس العمليه. ايش باش تلعب قسم كيف؟ يقول لك اوكي قسم كيف قاعد يخدم. قلت له وين نعملوا في كرتاج؟ شو ما تتمنى تعمل لك وزارة الثقافة؟ اوكي يخدم. تتمنى تحاسبني؟ ما هو عندما ايش يقولوا له اليوتيوب ولا شنو يوتيوب يرحم بها والديك، حل على البورتابل هذاك هيك شوف قداش قسم الكافي عنده من غنية. يحطوا في قسم الكافي وياخذوا في الفلوس على قسم الكافي. وانا لا ما تخلصوا هكا قالوا لك انت والله كما نحكي لك كان تحب نجيب لك البورتابل شوف شو قداش من غنية كي معبيه بقسم الكافي. شكون قال لك الوزاره الثقافه اللي قاعده تاخذ؟ ما خلصونيش بالطبيعه، وزاره الثقافه وثم وزاره اخرى قبل وزاره الثقافه
كاين واحد مش مشي للجبل الاحمر وزاره اخرى دار الثقافه دار اداره بحاجة. اداره الثقافه اللي يعطيو الفلوس اللي عنده ملحن غنيه في الدرو دوتور يخلصوا في فلوس اللي في العمران اللي في العمران اداره المكلي يرحم بها والدي في العمران قال لك عمل لنا مطلب وعلاش ما عملتش مطلب انت يدي بنعمل لكم في المطالب يبي امور اداريه هذه اللي عملت مطلب ولا عطوني ومسامحهم انا مسامحهم انا حتى كان يعيطوا لي كرتاج ما نخدمش والله ما نخدم بهي كان عيطوا لك الكرتاج يقول لك باش نعملوا سهره تونسيه انت واش كنت تغني شكون تختار ويعطيوك لك انت انت تكون المنسق العام تاع السهره يمكن يمكن ثم ثلاثه ولا اربعه من الناس اللي هما ثلاثه عندك نور الدين الباجي نور الدين الباجي يعرف يغني عدنان الكالم عدنان الشواشي فيها بيس فيها بيس الرائع عدنان الشواشي الرائع عدنان الشواشي رائع ماشي كلام هذا نور الدين الباجي شنو تقول له شنو الحاجه اللي الرساله اللي توجهها له نور الدين بعد بغنى الليل زاهي حلو صوته نور الدين حلو لكن ما يعرفش يخدم ما يعرفش يخدم كيفاه غناها بلغه نتاع الليل زاهي منيته كيفاش يغنيها مثلا انت يغني يغني عبد الوهاب انت مثلا كان عطوها لك الليل زاهي كيفاش تغنيها تغنيها طبيعي الليل زاهي بالقمر ونج غني 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 ما تشبتش سيدي بالحسن الشادي ولا لا لا غني غني انت نور الدين تعرف تغني انت تعرف تغني في الحفله يكون معاك نور الدين الباجي وعدنان الشواش شكون اخر اذا بيه يعطيو ضريبه ولا اثنين للسلاف خاطر السلاف مازال عندها في صوتها مازال عندها اي سلاف زهيرة سالم لا ما عيطلهاش غنيت زهيرة سالم غنيت 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 ما عادش يعني باهي زهيره ما عادش كيقبل ما عادش كيقبل لما سلاف مازال قدعه مازال قدعه ومع هذايا ما تنساش اللي عندها شويه البحر معناها باش تعمل حفله البحر جمهوريه البحر سوريا والحلب وقطر والكويت ودبي وعمان درتوهم الكل هذوما كل 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 العالم وكل درناه من الاسفار هذه كل شنو ربحت من الاسفار هذه كل شنو اللي ربحت شنو تعلمت شنو تعلمت في الحياه مش كل شيء فلوس وزاره الثقافه يعني لا لا يعطيوك بالطبيعه نورمالمون وقت مش تخرج تقعد 10 ايام من برا مش تغني بلاش فريد ميسيون هذاك اي نعم كل شيء يريقلوه لك قبل كنت تعدل سي شادي تلقى فريستك موجوده عايش كي قاسم بارك الله فيك حافظ كيما مشيت المره هذه الله يبارك سي شادي سي شادي لقليبي ربي يفضل ومد فيها انفاسه شنو تقول له اليوم؟ قل له الله يطول في عمرك وماذا بيكم كان تعمل لنا وزاره الثقافه ضيف وتفهمهم تفهمهم كيفاش تمشي وزاره الثقافه طول اللي سايروا في وزاره الثقافه وينو هكا بطلوا الاولاني خذاها وزير ثقافه عوايه من زمان وقصد ربي دخلت الاخرى عوايه من زمان وقصد ربي عاد هما مش غلطتهم هذوما سياسه البلاد ما هو ما كيفاش تبع في الواقع اللي صار في تونس هذا الكل في السياسه في البلاد سياسه ما عادش بلاد كيف وليت نحل عيني وذنيا نسمع كان هذا كميت وهذا كميت وهذا كميت والاخر ضرب خو والاخر قتل خو وين كان عندنا في تونس ما كانش عندنا ما كانش عندنا الواحد باش يقدر لو نقول لك تعطينا هكا تزنن غنيه على وضع تونس توا يا رئيس بني وطني بني وطني هو مش خصو كان يرجعوا له تعرف الحين شكون ما هو الحين شادي ينور وغناء عليا زمن الروعه وفي بنزرت جاوا الخمسه من الناس حش عينيك قلت لي جبل عبد الناصر وبن بلة وانت عليب يا سنوسي دريس سنوسي وقتها دريس سنوسي كاين واحد يعملوا في مركاج الجنود نتاع العسكر الناس كل واقفه مجموعه انت كنت في المجموعه اي لا بعد ما وفاو لنشيد بعد ما وفاو هبطنا مع سي محمد بوديه عملتوا جنب غنى وقتها شو اسمه ربي يوسف التميمي في بنزرت وغنى لهادي الجويني انا جيت كرمال اي
لا وقالوا لي قالوا لي على الشهلة تغني قالوا لي قالوا لي على الشهلة تغني ولا في حب الغنجتين قلت لهم اغرامي وفني على بلادي كما قسمت لي على بلادي منزلت ميم. انت قلت لي تحب صفاقس برشا لكن معروف انه في حياة قاسم كافي حب برشا مرات قاسم كافي وتزوج برشا مرات يحتش بيه نعرف ما قل لكش مشكلة هو ثم اللي خذها ثمانية ولا تسعة شكون هذا زمان يا زمان انت قديش خذيت يا عزم عندي زوز نسالي خذيت من المدام هذه سامية هذه بنت بلادي راهو بوها ولد بلادي اسمع فيها والاخرى كثر خيرها والاخرى من الاولاد به خلينا تعطينا صراحه فنانه حبيتها في الوسط الفني والله الوسط الفني لا والله العظيم نكلمك كان بالصدق والله العظيم نحب في الفنانات مش التوانسه ما نجمش نقول لك حب اولا كلثوم ام كلثوم 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 ولا ام كلثوم 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 العزيزه هتي تسمع اي هربت بيا راك انا تعرف شو وقت سمعت انا كلثوم اول اغنيه ألحها كلثوم صوت هو حبي اللي انت جاي تقول عليه انا هذاش باش تجاوبني لا 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 كملي 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 بس انت عارف قبل معنى الحب ايه هذه اول اغنيه لحنها في حياته ملك خمدي صوت روى انا ما زلت في سفاقس ما حاولتش انك تتعامل مع الاسماء هذه هما لحنوا وطلبوا انهم معناها صارت كل بدايه معاملات وتعاملات مع الفنانات التوانسه انتم الفنانين التوانسه الرجال يعني الرجال ما ربطوش خيوط مع المشرق ما ربطوش خيوط مع الملحنين المشارقه والمصاروه ولا لا كانوا برشا مغنين مصاروه يجيو حدانا لتونس نعرف يجيو لكن شكون لحنش انت لحنوا لك شي لا, لا 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 ما لحنوش يجيو يغنيو عبد المطلب كارم محمود فهد بلان فهد بلان ايش اسمه ناخذ يا عبد الحليم يا تنكسي الغرام يا مقرب البعيد عبد العزيز محمود كان كل حد ياخذ النظام نتاعو كانوا كلهم يجيو يخدموا في الافريكا راهو كل وديع الصافي في العبابسه جورج وصوف جابوا نجيب الخطاب كان ما نعرفش تتذكرش شكون كون جورج وصوف كاظم الساهر كاظم الساهر زاد على خاطر اغنيه جورج وصوف مالا وتعدى بجورج وصوف كذا مسار على الغنيه اللي لحنها جورج وصوف جورج وصوف باهي باش نسمي لك اسماء انا توا ونطلب منك انك توجه لهم رساله كل واحد تغني له مقطع كاجابه ولا تعليق على الاسم نتاعو على ما ممكن تحب تعلق على الفنانين فنانين باش فنانين وسياسيين زيدا نبداو بالسياسيين الباجي قايد السبسي شتقول الباجي نورت عيني هذاك زاد سي الباجي يا بابا يا بابا قلت لك بالغناء شتقول له ياخذ غنيت علي الريحي اللي هي اذا تلقى الناس يتكلموا فوق تقول له يا اللي ظالمني والروح معاك وانت تشغلني ابدا انسك به بالنسبه لسونيا مبارك احكي لي عليها يا بابا احكي لي عليها من العماره هاك تغني كعبوشه هذيك تنقز من بلاصه لبلاصه هذه ما فهمش هذه ما فهمش لطيفه العرفاوي حبيش عليك حبيش ما تطربنيش ما تطربنيش والله العظيم بصدق منيا البجاوي كانت نجاة عطية عسل وكان واصلت
عسل كان واسط حق. والله نسيت ان طفله لحنت لها سوسل الحمامي. اي اي افرح وتهنى وتهنى يا سلام سلم على حبايبنا. اكل سوسل الحمامي برفع عليا غاب تعتزلت سوسل الحمامي تكوى تكوى كعيبتي نقصد ربي. اما عيني الاثنين عيني الاثنين وثلاثه والاربعه ايه زوج من الناس دخلوا قلبي واحده الله يرحمها واحده ما زالت حيه. ايه ما تحكيليش على النساء ولا ذكرى محمد ومن فاخت وفات سي ذكرى شنو تحضر لها الله يرحمها؟ عسل ايش اسمها هي على الام غنيه الام الى حضني امي الى حضني امي يا حن فؤادي تغني. أما الأخرى الأخرى فرزيتا أمينة عسل فرزيتا أمينة هاو كي جابت واحد غنى معها عازمين عسل أمانة 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 تعرف تغني والقرآن والحديث خطيرة يعني يس 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 صوفيا سادة باهية في الوقت هذاك باهية في الوقت أمينة شنو تقول لها تو؟ أكثر من بنتي هذيك ما غير ما نقول لها هي تعرف حتى في عرسي جات تغني ما تمشي حتى لحد قلت لها تربيت حذايا في داري ترقد حذايا حدا ولادي. مشوار طويل بدا بيف يعني فتاة طفل صغير ممكن من 6 سنين 7 سنين يتيم محروم صنع نفسه من عدم إلى فنان يثري خزينة البلاد بأكثر من 600 أغنية. فمش إنسان دخلت يعني التاريخ الأغنية التونسية ودونت اسمك بأحرف الذهب حفرت في الصخر اسم قاسم كافي. شو الحاجة اللي مازلت تحبها تتمناها تزين هالمشوار تحسها ناقصة؟ هل هي المادة؟ هل هو تكريم؟ هل هو وسام يتحط على الزر قاسم كافي؟ شنو هو كل واحد شنو يقدر الحاجة اللي نقصته من داخل؟ هل أن قلبك قاسم نقصتني كافي؟ نقصتني في الفنانين ما عادش يحبوا بعضهم وحتى اللي يحكموا في الفنانين ما عادش يحبوا بعضهم. فيش حتى اللي يحكموا ما يحبوش. نعرف كل شيء نعرف كل شيء. احكي لنا فسر لنا نوروا راي العام. مش احكي لك شيء شيء يعمل لها. انتم ما كنتوا تحبوا بعضكم ياسر قبل؟ مش كل لا انا عشت مع القدم صح بسرعة انت قعدوك تو انا هم تو يحترموني خاطر انا اكبر منهم. اما انا عشت مع الناس القدم وتربيت عليهم كفايه هذا ما عادش يفهموا حد شيء ما عادش يفهموا حد شيء ما عادش يفهموا. أنا مشيت أنا مرة لوزارة الثقافة يستحيل يستحيل بكل بكل أنت وزارة وحدك تحس نفسك؟ لا ما نحبش وزارة ما عندناش وزارة احنا نعرف قلت لك نعرف الشادي القليبي وزير معنا وقفت في الستينات ونعرف الهرماسي اي التسعينات سي عبد الباقي الهرماسي دكتور عبد الباقي الهرماسي يعني. صحيح ومصحيح وشدوا برشا وزير ثقافة راهو مش هما وسي سي عبد الروف الباستي سي عبد الروف يا بابا يا بابا سي عبد الروف يا بابا وين وزارة الثقافة؟ وين وزارة الثقافة؟ ما ثماش ثقافة هل قاعدين ينشطوا قاعدين يخدموا برشا وزارة الثقافة وين ينشطوا في الاستديوهات سجل وخرج ايوا بعد وشنو واش خرجت انت ساعة؟ واحد يغني مرة يعمل ابتهالات وبعد يغني غنية تونسية اما شد الدين ولا شد الغناء ايه الظاهره هذه انت كيفاش توا مثلا فوزي بن قمره بالوزود ولا يغني بتهلي حسين العفريت حسين عامر
كيف كيف هو اسمه حسين عامر مش حسين أي. العفريت أي. صحيح حسين عامر اي الفنان لطفي بوشناق لكن هذو ما عندهم طوام معناها تميز وعندهم نجاح ممكن اللي عنده استديو يجي يعمل اللي يحب اللي عنده استديو يجي كل يوم يسجل زوز اغاني استديو فلان عنده استديو عنده استديو انت هكا عامل تجارب مثلا تاع ديويت مثلا مع الفنانه منيره حمدي منيره حمدي انا يرحم الليري يما هاي نعيط لك المدام يرحم ببي قالت نحب نغني معاك للليري يما قلت بجا ربي يا منيره اختاني برحمه ببي محلى يا منيره ايه الليري يما تورى الراجل اللي يكلم في امه كلها زغرتي ايه مش المراه تقول لها زغرتي ايه نحب نوشم نوشم وش مع الفاره غني لنا للليري يما لا اللي ريما سعرة وفيها وفما صحابها مع بيت حبوا ويمنعوها علاش كون اخذيتها انت اللي ريما خلينا اللي ريما من صفاقس دي عامل من تراث ولا تراث تجم تقول تراث اي اخذيتها على الشيخ بودية ولا الشيخ بودية وعبد الطيف العايدي اللي يخدم معنا بالنايب في صفاقس عملنا له يا احبابي يا لليري يما لليري ها ها والغالي من بدل غيري لليري يما وتقشلها تقول لها يا سمرا يا لون السكر ويا حلو ويا عصر يقطر حسنوا مازيش كملوا ولا جميلة نوصيك وصية جميلة نوصيك وصية جميلة نوصيك وصية عناسك واش عملوا فيا بيه طو انتي مريت يعني بممكن 50 سنة فن طو عندك أكثر أكثر قريب 60 أكثر اي انتي حقا بديت 6 سنين يعني بالطبيعة 6-7 سنين اي انتي تقريبا 65 سنة فن خلينا نقول باش نكونوا واضحين 65 سنة فن هذوما معناها رجل خبير خبرت يعني الميدان الفني بالقدا لو كان يقولوا لك نحن متفقين انه الاغنية التونسية قاعدة تعيش ازمة كبيرة طو لو كان يقولوا لك انت ولجنة من اهم الفنانين التوانسة باش عملوا لجنة لتشريح الوضع ويعني وتصلحوا واقع الاغنية التونسية شنو الاولويات شنو الخطه نتاعك قاسم كافي لاصلاح الاغنيه التونسيه انت تورك عضو في لجنه يعني مش المقصود فن قاسم كافي كيفاش تصلح شنو النصايح اللي تقدمهم للجيل الجديد تعطيونا النصوص ونشوف النصوص نقرا النصوص وتعطيونا الاجره نتاعها مال اذا مش نعصب روحي انا ونخدم خدمه بقدا يلزمني الرقم تاعي النصوص معناها الكلمات هي اللي ناقصه بالنسبه لك انت ناقصه والفلوس فلوس هما اساس الحياه ما نشوفش ناخو اي لكن شباب توا هاو قاعد يخدموا قاعدين في الرستورونات وقاعدين يخدموا الرستورونات انا ما نخدمش الرستورونات يا لال العروسات خير لك لا العروسات ولا ديني قال وكنت حتى ديني قال نخدمها توا بطلتها مع رياض بودينار عليه مع ساتني عسادني مش نقعد مربوطة يكتبوا في الدات فلان مش يخلصوه 8 ملايين ولا 10 ملايين يجي في الدورة خارج يمدلوا مليون وخمس ملايين أنا وفي تماش قاسم كيفي كل عام وانت بخير رمضانك مبروك شو تقول للمشاهدين خلينا نختموا بهذه الكلمات المشاهدين أنا مدبية المشاهدين الفنانين يزموا يقابلوا بعضهم يقابلوا بعضهم يفركسوا يفركسوا فركسوا باش يعملوا فركسوا بجد والله بجد ليلى لا شيء ما يفرحش شيء ما يفرحش توا ولات ماركة عوادة عوادة فرقة ولات في عرس تلقى فرقة فيها خمسة من الناس ويجري ويجري وميكروويت يزمنا نحبوا بعضنا يزمنا نحبوا بعضنا قبل قديش كانت الفرقة؟ قبل قديش كانت الفرقة؟ هاي الفرقة كانت فرقة حسن الغربي وفرقة بالعلجية وفرقة الفرقة مليانة فيها تقريبا 12 رقبة
كلهم موت الله يرحمهم. الله يرحم. بالضبط. حكينا برشا حكايات. انا نقول حويجه بركه سياسيه وسمعنا برشا فن. هذا يا الوزير الثقافه محمد. سي محمد زين العابدين. سي محمد زين العابدين. بجاه ربي انظر لنا نظره طيبه، مانيش طالب حتى شيء. كان عندي حويجه نتاعي نعطيها لي، ما عنديش حويجه ما تعطيني حتى شيء. نختم اللقاء بهذا النداء للدكتور محمد زين العابدين سيد وزير الثقافه. نورتني في قهوه عربي، يعطيك الصحه. فرحنا برشا ان قابلناك وحكينا معك، شبعنا برشا حكايات وعرفنا برشا في امور ماديه اليوم زاد برشا فن وبرشا فلوس. مشاهدينا اذا نلتقي واياكم باذن الله تعالى الاسبوع المقبل في سهره جديده رمضانيه مع قهوه عربي فنيه اكيد. الى اللقاء.